لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الفنانة الكوميدية بختة بلويس تتعرض للتنمر، وهي التي أدخلت البسمة على وجوه الجزائريين أيام العشرية السوداء، وقد بدت حزينة في الفيديو التي نشرته عبر حسابها على الانستغرام. هو ده الفيديو يا جماعة. دي سيديت وقلت العودة ندير لكم ستوري ونطلع عليكم. نهاركم مبروك إن شاء الله، ربي يفتح عليكم ببال الخير. عجبني واحد الكومنتير بزاف 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 وبغيت نرد عليه. هذا الكومنتير غادي ما نقولكمش قال، غادي نحطه لكم باش تقروه. بون انا غير بغيت نواجبه ونقول له ما كانش اللي كيما نقولوا يعاير رمه ولا اخته، باسكو انا كبرت معاكم في الديار تا وحكم نطلع عليكم نجيكم كل رمضان، وقبلت مع الفاميليا تاعكم. تسمى كي تشوفوني كي شغل شفتوا اختكم ولا امكم. الوغ دوك ندير لكم الكومونتير تاع السيد اللي داره، وربي يحفظكم بارك الله فيكم وربي يخليكم ليا. ونقول لكم حاجه، لو كان مشي نتوما انا ما نكونش باخته. ميرسي. السلام عليكم حبيبي، كي راكم دايرين؟ لاباس غايا. الاولى كاع اللي سقس عليا وكاع اللي تهول عليا واللي بكى عليا، ربي يحفظكم بارك الله فيكم. وهذا وين عرفت مع ستي عمتكم، الله يحفظكم وربي يخليكم. شفت قريت لي كومونتير تاعكم وشفت كل شيء، بارك الله فيكم. وهذه اللي راهم يحطوا في لي باج يكون قاعد تقال له باللي نحط بخطة ماتت ولا فلان ماتت ولا اكس، ما تكونش ليه نبعد الشركة على الناس. خمم قبل ما تحط باللي عندنا والدينا يتولوا علينا وعندنا فاميلتنا وعندنا الاهل تاعنا وكل شيء، ياك صح كما توديني تودان هكا يقول لك. حقيقة وفاة الفنانة الجزائرية المعروفة بختة بنويس. الخبر ده يا جماعة، خبر وفاة بختة بنويس الفنانة الجزائرية المعروفة انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبقت كل الناس عاوزة تعرف الحقيقة، لأن الفنانة بختة فنانة جزائرية أصيلة لها أعمال مميزة وموجودة على الساحة الفنية من وقت طويل جدا. انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة بختة بنويس بعد صراعها مع فيروس كورونا، وانها تعبت وقعدت في فراش المرض فترة طويلة من الزمن. وقالت المواقع دي ان بختة بنويس غادرت الحياة يوم امس، لكن جمهور بختة بنويس كان حابب يطمن عليها وعاوز يعرف حقيقة الخبر ده، وهل بختة توفت بالفعل ولا الخبر ده مجرد اشاعة غير حقيقية. لكن يا جماعة في الحقيقة ان الخبر ده اشاعة. الفنانة بختة بنويس شاركت في اعمال فنية فكاهية بتسعد الجماهير الجزائرية وليها نشاطات فنية كبيرة جدا. بتحب بختة بنويس فنانة نشطة ودؤوبة، بتحب العمل والفن وبتخلص لفنها بشكل كبير جدا، وكتب عنها العديد من النقاد، وهي وجه بارز ونشط على الساحة الفنية في الجزائر. خبر وفاة بختة بنويس زعل ناس كتير جدا من محبيها وجمهورها اللي بيتابعوا أعمالها الفنية وبيستمتعوا بفنها المتميز. بختة بنويس هي فنانة فكاهية جزائرية بتعود أصولها لولاية وهران، وبدأت التمثيل في المسرح من وقت ما كان عمرها 13 سنة، لما قررت المدرسة إنها تعمل حفل نهاية السنة وعمد أستاذها لكتابة نص مسرحي كوميدي من 30 دقيقة، وتم اختيارها هي للتمثيل، وكان عمرها في الوقت ده 13 سنة. وفرقة التضامن هي أول فرقة انضمت ليها. أما على شاشة التلفزيون فأول سلسلة ليها هي ثلاثي الأمجاد. بختة بنويس متزوجة لكن اسم زوجها غير معروف، وعدد أبنائها غير معروف. أما من أهم أعمالها عمارة الحاج الأخضر ويوميات الزربوط. وإيش رأيكم؟ الفنانة بختة بنويس خرجت بنفسها علشان ترد على الإشاعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بتتكلم عن وفاتها. وقالت بختة بنويس وأكدت أنا بخير
ولم أصب بفيروس كورونا. وردت بختة على ما تم تداوله في بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي من الأخبار اللي بتتكلم عن إصابتها بفيروس كورونا ودخولها المستشفى في حالة حرجة جدا لعدة أيام، وردت على شائعة وفاتها متأثرة بمضاعفات الفيروس اللعين، وقالت أنا بخير وبصحة وعافية والحمد لله لم أصب بفيروس كورونا، وإن دي المرة الأولى اللي بتتعرض فيها لمثل هذه الإشاعات، وهي ترفض رفضا قاطعا نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة لأنها بتلحق الأذى بالفنان والمحيطين به. والفنان في مثل هذه الظروف الصحية الحرجة بيعمل كل ما بوسعه للوقوف مع جمهوره بتضافر جهود الجميع لمساعدة المصابين بالكوفيد وإخراجهم سالمين من هذه المحنة الصحية، وأتمنى من السلطات المعنية أن تضع حدا لهؤلاء المتاجرين بالأزمات. وطلبت بختة بن ويس من مروي هذه الشائعات إنهم يمتنعوا عن ترويج مثل هذه الأخبار لأنها بتزعل عائلتها وبتقلقهم عليها. وقالت بختة أنا طلعت النهاردة علشان أرد على خبر وفاتي المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأطمن جمهوري اللي ما انقطعش خالص عن السؤال عني، خاصة بعد ما سمع أخبار وفاتي على مواقع التواصل الاجتماعي. الفنانة بختة بن ويس فنانة متواضعة جدا، وقالت إنها بتحب تعمل الأكل بتاعها بنفسها وبتجرب وصفات جديدة، وقالت إنها مش بتحب الحرارة الشديدة لأنها بتعكر مزاجها وبتخليها مش قادرة تتحرك من مكانها، وإن حالتها جيدة وإن المظاهر خداعة. هي مش بتحب تتناول الأكل بشراهة لكنها بتكره درجة الحرارة المرتفعة اللي بتعكر مزاجها وتخليها مش قادرة حتى تتكلم، وده اللي بيجعلها تتفادى بقدر الإمكان إنها تخرج لأنها بتعاني من الإجهاد والإرهاق. وقالت إن قبل زواجها كانت بتروح تسوق الطعام اللي هتعمله للعيلة، لكن اليوم والحمد لله وبعد ما اتجوزت زوجها هو اللي بيعمل المهمة دي، لكن هي اللي بتكتب له الأشياء اللي بتحتاجها. وإن القنوات اللي بتهتم بالطبخ، خاصة إن القنوات المغربية حولت سيدات البيوت لفنانات في الطبخ، وإنها نجحت تعمل وجبات كتير بفضل شميشة وإخواتها. وقالت إن الفلفلة والبوراق هما الأطباق الأساسية اللي بيحبوا يتناولوها وما يقدروش يستغنوا عنها مهما حصل. وقالت بختة بن ويس تصريح مهم جدا بيدل على إنها فنانة محترمة. قالت إنها مش من نوعية الناس اللي بتحب تملأ سفرة الطعام بالنعم والخيرات وبعد كده يكون مصيرها الزبالة، لأن في عائلات بتفطر على الخبز والحريرة. وطلبت بختة بن ويس من جمهورها ومحبيها رجاء لا تنسوا المحتاجين. شكرا لكم على حسن المتابعة، استنونا الفيديو الجاي والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.